نادم برشا على الثورة اللي صارت وعلى الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه تويكا في تونس. شنو قاعد يصير؟ بون، لعدة أسباب، منها العباد اللي جاتنا وخرجت لنا بعد الثورة اللي كانوا كنا ما نعرفوهم الجملة، شكونهم هما وقتاش جاوا لتونس، وقتاش ولاو يعرفوا تونس ويعرفوا التاريخ نتاع تونس، وقتاش كانوا مناضلين. خاطر اللي جاوا بعد الثورة كلها حك راسك واللي راني مناضل قديم ونعرف سياسة ونفهم في السياسة ونعرف تونس وباش نوصلها إلى حد أقصى وباش نرجع الاقتصاد وباش نرجع إلى آخره. هنا مرينا بها التجربة من 2011 ثلاث سنين، مرينا حتى شيء. باهي صحيح، قولوا لازم وقت، الدولة باش ترجع تخدم على راحة لازمها وقت كبير. إي إلى متى باش نبقاو نستنى؟ هاك تشوف العباد كيفاش بطالة. عباد تخدم بشهريه تضرب تلقاها شهريته بالمليون وانت ماشي، ويجي يعمل لك اضراب، لا نحب نزيد انا في الصالير نتاعي. اي والبطال اش يعمل؟ يندب وجهه. مانيش نادم على الثوره. علاش؟ على خاطر اللي عشناه قبل ما نحبوش صغارنا يعيشوا. انا عشت مده مقهور. خاطر كنت تاجر وتوا بطلت، خرجت من التجارة الأسباب مش العباد كل كانوا كيف يعني. مثلا حتى بالخلاص، مثلا بالزامبو، فهمني يعني، فما محاباة وفما بابر، فهمت؟ وزيد كملوا كثرة كالنصابة وكل واحدين يعني فزدوا علينا الخدمة. وهذا شنو السبب نتاعو؟ النظام القديم هو اللي جابهم وكان يخدم بهم، يمكن حتى يجي يهرب السلعه ويجيب السلعه نجم تقول ندمه وتنجم تقول مش ندمه. ندمه على خاطر الشهداء اللي ماتوا، على خاطر النساء اللي ترملت، على خاطر الصغار اللي تيتمت. ندمه على خاطر الدموع اللي ريتها في عينين اخت سقراط، وريتها في عينين مرت نقد، وريتها في عينين مرت وأولاد شكري بالعيد وأولاد البراهمي ومرته. هذاك علاش ندم على التهميش والفقر والهمجية اللي وليت. ندم على خاطر السياسيين اللي وليوا يتهافتوا على الكراسي وكروشهم ياسر معبية وليت. علاش مش ندم؟ معناه قلت لك خاطر فما طرف حر للتعبير، الواحد ولا ينجم يتكلم ولا ينجم يقول العرف لا، ولا ينجم مثلا يمشي للداخليه ويقول علاش قتلتوا فلان وعلاش ما عطيتوناش حقوقنا. البارح في نسمه فما امراه تكلمت وشدت برشا 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 وجوه، معناها وشدت برشا مشاهدين، وقت اللي قالت راني مانيش نطلب، راني نطالب، راني انا مواطنه تونسيه، عندي الحق، عندي في تونس عندي الحق في مربع، راني مانيش نطلب، راني نطالب، راني نحب نعيش. والله نادم على الثوره بحكم معناها البقايا نتاع التجمع رجعوا مثلا تشوف، والشباب ما ربح شيء معناها من الثوره 80 معناها باش يصير قا هو بيده، معناها البطاله زادت بالعكس. فما حاجات صحيح ربحناها مثلا، معناها واحد ولا يتكلم ولا يعطي راي في اي حاجه، لكن مع الارض الواقع معناها ما رينا شيء، معناها نفس الحكايه معناها بطاله. يجيو يوعدونا ومن بعد ما يعملوا حتى شيء. الحوم الشعبيه خاصه ما رينا حتى شيء. هاك تشوف شباب حارق وشباب طايش في الحبوسات، وناس معناها متمعشه في تونس. فهمتني؟ ولا حاجه، مش نادم على الثوره، خاطر الثوره هذه حققت برشا حوايج، وحققت في ميدان معناها حريه الصحافه، حريه الكتابه بصفه عامه، حريه العمل اللي يقولوا معناها بن في الدستور، ارتيكل في الدستور حق الشغل اللي قبل ما كانش معناها عندنا حق. عندنا قاعدين نطالبوا معناها في منحه في معناها تعويضيه للجماعه العاطلين عن العمل، والكثير معناها في ميدان الصحي، في ميدان السكن، في ميدان برشا حوايج تحققت في الثوره. ولذلك مش نقدم على الثوره، بالعكس الثورة معناها تحقق منها القليل وما زال منها الكثير لم يتحقق بعض. نادمة على الثورة ومانيش نادمة على الثورة، نادمة على الثورة على خاطر كنا نستناو من الحكومة في برشا حاجات باش تبدل لنا برشا حاجات في البلاد، باش تنحي لنا الفساد، باش تنحي لنا الوسخ من البلاد. رينا حاجة أخرى، رينا الإرهابيين اللي ما كناش نراوهم قبل، رينا الوسخ،
الدنيا تونس ولات تحشب قدام التوريست. مانيش نادمة على الثورة خاطر برشا فساد هربوا من البلاد. فوالا توا حاليا هنا قاعدين نستنيو في شكون باش يشد الرئيس من الاكستريم الاكستريم بدون تعليق. الناس كل ندمت عليها الثورة، ندمت عليها الحاجة واحدة، خاطر الناس اللي جاوا بعد الثورة فهمني ما عملوا شيء، جاوا قاعدة فهمني كراسي وعالم ودنيا والشعب كله فاها فهمني، وجا الإرهاب وجات ناس موتة وجيش وبوليسية، الشعب كله مشى، شنو الثورة تحت عليها؟ شنو الحاجة اللي تصلح من الثورة؟ خاصة من 4 سنين هذوما اللي شدوهم هذوما فهمني فتفتخوا العباد من بعض. فهمتني؟ شوي الغلاء نتاع المعيشة وناس بقى أنا باش نعمل عملية العينية ما بقيتش باش نعملها هاكم 10 ربع. شنو تقول لي أنت الحاجة الباهية في الثورة؟ تقول لي الحاجة الباهية في الثورة شنو الحاجة الباهية؟ حتى شيء ما يصلح به خاصة بعد الثورة، خاصة من اللي شدت التركي هذه. بالنسبة لي أنا ندم على الثورة. علاش؟ خاطر مطالب الثورة، المطالب اللي قامت عليها الثورة، المطالب اللي ماتت عليها الرجال، المطالب اللي تعبت على بها صدورنا بالكريموجين، ما ثمش منها الجملة. يعني توا كنشوفوا توا شنو تحقق من ثورة، ما تحققش شيء. معدل البطالة زاد تفاقم، نسبة المقدرة الشرائية ما نحكوش عليها، البطالة كذلك. شنو اللي صار مع الثورة من مطالب؟ ثم عدم الأمن، الأمن ثم المحلال فيه، ثم حكاية الإرهاب اللي ولت يعني موجودة في بلادنا اللي ما كانتش قبل، وحتى كانت قلة 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 بكل، وحكاية البطالة اللي ضربة أطنابها يعني مهما كانت نسبة قليلة توا زادت، حكمة اللي يخرجوا من الحبسات وما يلقاوش مثلا شي يعملوا باش يوليو يعملوا مشاكل وكل، يعني المهمة هذيك الحاجة هذي مش باهية، ثم حاجات باهية كمان، الوجوه تبدلت متاع في المراكز في الحكم، ثم الدكتاتورية تحت. هذه حاجة يعني إيجابية أنا أعتبروها. سحب الشباب والزوالي والبطال والمناطق المهمشة انسحبت وقامت فيها، يعني انتفع بها الأحزاب، انتفعت بها الروس الكبار اللي تلوج على السلطة واللي عندها يعني أهداف معينة تحب تحققها. يعني بالنسبة للزوالي ما عادش ما عندهم ما ربح منها شيء. نحن مانيش ندمين على الثورة التونسية. علاش مانيش ندمين على الثورة التونسية؟ خاطر الثورة التونسية عرت حقيقة تسلط الحكام العرب على شعوبها. ثورة ندمين عليها. علاش ندمين عليها؟ على خاطر ما حبيش تعطي معناها اللي كنا ننتظروا فيه منها. معناها الاقتصادية أكثر في البلاد كيفاش واقفة. معناها اشتر المشاريع واشتر الشانتيات اللي ترى فيها كلها ما هيش قاعدة تتنجز 100%. أصبح الموظف التونسي في الإدارة التونسية توا يعمل عمل فعلي 5%، عمل فعلي 5% إذا كان أقل شوية. علاش؟ خاطر توا الرشوة اللي كانت قبل ما كانت تخدم تحت الطاولة ولات توا تخدم علناً. فهمتني؟ وإذا كان ما تدفعش ما تقضيش ورقة. الثورة إيجابية من حيث عنصر واحد هو عنصر الحرية والديمقراطية، لكن لم تحقق نتائجها في التشغيل الشباب وفي وجوده على الساحة يعني السياسية. شباب مهمش، شباب في جميع في الشمال في الجنوب في الوسط في كل مناطق، خاصة الشباب المتعلم. أكبر غلطة عملها الشعب التونسي هو عملنا ثورة. ثورة ما هيش مشات في مصلحة الزوالي. الزوالي بالعكس هو الزب مشات في العرض. ثورة ما ربحنا منها شيء احنا.
شربحنا منها. ربحنا منها شيء. ثورة مانيش ندمين عليها. ندمنا على حاجة برك على الناس اللي وقع الاختيار نتاعها. اللي هما ما كانوش في المستوى المطلوب وما فكروش في الدولة معناها فهمت لي. الناس اللي حطيناهم عبارة تسوقوا للسوق خذوا بقرة شارف. فيها شوية حليب. فبداوش يعلفوا في البقرة باش تعطي الحليب وياكلوا. بداو يحلبوا فيها وهي كملت. معناها باش تيح البقرة تموت ونرتاح الناس كلها.